طب نشوف مشهد الإجهاض، وأنا بعتبره من أهم المشاهد الحقيقة لصبا أو لهند. وده مشهد صعب، إنه ست تقرر إن هي بنفسها تجهض نفسها. صبا مبارك تعمل كده؟ أعوذ بالله، لا طبعا، ده شيء قاسي جدا. ممكن تقولي أنا مش مستعدة للأمومة دلوقتي، ده يعني قرار الإنجاب برضو طبعا بإيد ربنا وكل حاجة، بس برضو بيبقى قرار شخصي، أنا قادرة ولا مش قادرة. بصي، بدون إصدار أحكام على أي إنسان، يعني أنا بحس إنه اللي مش عايز ينجب لازم ياخد احتياطاته من الأول، من ناحية. ومن ناحية تانية، في ناس بتبقى مضطرة تعمل كده عشان مثلا في قرارات ليها علاقة بصحة الجنين أو هيخرج إزاي للدنيا، برضو دي حالات كده. أنا بحس من موقفي النهاردة إنه لا، هو شيء قاسي جدا إن الإنسان ياخد القرار ده. وده مش معناه على فكرة إن أنا مع الناس يقعدوا يخلفوا كده، يعني برضو هو الخلفة دي موضوع صعب، والأمومة والأبوة موضوع صعب جدا، وما ينفعش النهاردة في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده بالذات. الدنيا قاسية جدا، هو مش أي حد قادر على أنه هو ينشئ أسرة، ومش بالضرورة أن أي حد ينشئ أسرة، مش بالضرورة ان لا اي لا حد ينشئ أسرة، لا، مش بالضرورة لانه خالص. المجتمع بيشوف ان دور الست الاساسي انها تتجوز وتخلف، ده دورها الاساسي. ما انت عارفة المجتمعات العربية. وده مفهوم، لانه ده برضو جاي معانا بالغريزة وتركيبتنا، وربنا خلقنا كده موجودين وبنتكاثر وكل الحاجات دي. ولكن برضو احنا في زمن وحش، يعني ما فيش سلام في العالم، في ناس كتير مهجرة عن بيوتها، في ناس اهليها بيتقتلوا، في أسر أطفالهم بيتقتلوا، في بيستشهدوا، في مخدرات، في عنف، في إرهاب، في مجموعة، في عنصرية، في قسوة، العالم قاسي. فالدنيا ما بقتش بالشكل الرومانتيك اللي أنا كبرت فيه مثلا لما كنت أصغر، واللي أمي كبرت فيه لما كانت صغيرة. الدنيا بقت صعبة جدا، وعشان كده قرار إن الإنسان يخلف طفل في العالم ده لازم يحسبه حسابات كبيرة جدا، وما يبقاش بيفكر فيه بشكل أناني. نشوف مشهد هند سالم لما قررت في بداية زواجها أنها تجد نفسها. ليه؟ لأنها عايزة تنجح أولاً وبعدين يبقى عندها طفل.